بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا متابعيني، يا رب تكونوا كويسين وبصحه جيده. معكم مصطفى قناه يوتيوب. اللي بيسمعنا لاول مره وعجب الفيديو ما ينساش يشترك وفعل الجرس عشان توصلوا كل محتوى القناه والوضعيات الادماجيه، وكمان اللايك ما تبخلوش علينا باللايك لو عجبكم الفيديو، وتضغطوا لايك طالما انت بتستفاد وبتشوف الفيديو او وبتاخد التعبير او بتاخد جزء من التعبير، اضغط لايك. وكمان كومنت حلو منك في التعليقات. وحابة اعرف كل اللي بيتابعني واللي بيحبني واللي بيشوفني واللي بيسمعني ان في قناة تانية انا فتحتها اسمها يوتيوب معرفة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف لو حابين تشوفوا القناة التانية. انا بنزل فيها هي جديدة، بنزل فيها برضو موضوعات تعبير وفيها برضو معلومات عامة وفيها موضوعات تعليمية تهم جميع الطلبة. اتمنى ان انتم تفتحوا القناه وتشتركوا فيها عشان توصلكم كل محتوى القناتين ليكم، سواء برضو موضوعات تعبير او غيرها يعني. تمام، عندي تعبير النهارده عن العلم والاخلاق. المقدمه: العلم والاخلاق وجهان لعمله واحده وهما الركيزه الاساسيه لبناء الامم. هنا مقدمه، اسيب بياض في الاول في المقدمه، المقدمة بتكون قصيرة وما بنطولش في المقدمة، يعني سطر ونص، سطرين، سطرين ونص، ما بنزودش اكثر من كده. اسيب بياض في العرض: العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرفع بها شأن الانسان الى مراتب الكرامة والشرف. والاخلاق هي مجموعة من المبادئ والقيم التي يجب ان تضبط سلوك الانسان ليصل الى الخير، الى الخير. والقيم الاخلاقية العليا والدين الاسلامي يدعونا الى الاهتمام بالعلم والتحلي بمكارم الاخلاق. فالمعلم والمهندس والطبيب وغيرها من المهن هم الذين يتلقون العلوم ثم يطبقون ما تعلموه في ميادين العمل. فهذا العلم لا يكون لخدمة وسعادة البشرية إلا إذا تم توجيهه بالأخلاق. فنجد مثلا بعض الأطباء يعاملون المرضى الذين يلجؤون إليهم في المراكز الصحية المجانية معاملة سيئة، ولا يتم علاجهم بالطريقة الجيدة لأنها مجانية، بينما يعاملونهم معاملة حسنة عندما يأتون إليهم ويدفعون مبالغ كبيرة في عيادتهم الخاصة. وهذه من أكبر المصائب. نكمل العرض: والتي تسبب خطر يهدد المجتمعات، لأن الإنسان لديه علم ولكن لم يتخلق بالأخلاق الحميدة. فالعلم يجب أن يرتبط بالأخلاق، وهذا ما يسمى بالتكامل. فلا علم بدون أخلاق، ولا أخلاق بدون علم. فعن طريق العلم والأخلاق يبنى الفرد ويتقدم المجتمع ويتحقق الرخاء والازدهار. خلصت كده العرض، حطيت نقطة. ايه كتبت في العرض؟ كتبت تعريف للعلم، تعريف الأخلاق، ودعوة الدين الإسلامي الاهتمام بالعلم والأخلاق. وبرضو عملت هنا، كتبت هنا مثال العدم الأخلاق، يعني بعض الأطباء، جبت مثال لبعض المهن، مهنة الطب. وبرضو اتكلمت عن أهمية العلم والأخلاق في المجتمع. هدخل على الخاتمة، الخاتمة أسيب بياض برضو زي المقدمة وزي العرض: العلم والأخلاق يصنعان القوة، لذا علينا إحاطة العلم بسراج من الأخلاق والضمير الحي. ويقول الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. استشهاد ببيت شعري. بيت الشعر ده للشاعر محمد حافظ إبراهيم، شاعر مصري محمد حافظ إبراهيم. لو مش عايزين تستشهدوا بالبيت الشعري، في عندنا مقولة برضو
بالعلم بالعلم تجذب العقول، وبالأخلاق تجذب القلوب. ده أو ده اللي حابين تستشهدوا بيه استشهدوا بيه. الخاتمة بتكون برضو قصيرة زي العرض، بتكون برضو سطر ونص، سطرين، سطرين ونص، مش أكثر من ذلك. الخاتمة بتكون استشهاد، ممكن استشهد بحديث شريف، بآية قرآنية، بيت شعري، بتكون ممكن حكمة، دعاء، رأي، تقول رأيك في الخاتمة، نصيحة. تمام كده خلصت الخاتمة. أخلص أحط نقطة، أخلص أحط نقطة. التعبير يبدأ ببياض، وينتهي بنقطة. تمام يا رب الفيديو يعجبكم، يكون استفدتوا. أشكركم على حسن الاستماع، إلى اللقاء مع موضوع تعبير آخر إن شاء الله. ما تنسوش اللينك القناة الثانية موجود في صندوق الوصف، شوفوه، شوفوا القناة واشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل محتوى القناتين ليكم، وإن شاء الله تعجبكم. يلا مع السلامة، أشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. يلا مع السلامة.